ولا نكتب يا عم حميد. كيف صار يا زناحة؟ خشيت على السحب تكتب حجابات توا؟ لا نكتب لك في شعر. باي نبيك تغنيه في وحدة من حفلاتك يا بشارة. باي سمانة هيا سيدي افجعني. يا بكوري هذا راقد ولا يرفص؟ لا يرفص. تغني يا والله ابو شعر والله هيا رقد. قال لك ريتها من روش انطل. نعم. نحسابها الغالي. نعم. تريتا صلوها الباتا تشعل. الله يعطيك تل الفرح فيك. تل مصدي يا يا زناحة. صبي سكر هالروشة يا اسمانة شي حد. قال لك مش عاجبك الشعر. أنا شاعر. يا زناحة. نعم. أنت شاعر حرارة تجيك مرة. كان الشعر علي اليمين موشوك. الشعر هيك وأنت واخد تاكسي ومشيك. قلت لك سمعت بوراسينه ويغني؟ سمعتها هذين طروح يدير فيه بالشيلو يبي يغني سارق عليه انا. ايوه بعدك عليه الصوت يا زناحة. علي اليمين ده منك انتبك خلاه وتلتجي. حقيته هو يغني في العلم خطر علي جدتي وهي باش تحضر الفرح. كيف جدتك بدك تمشي الافراح انت؟ قلت لك يا زناحة. تمام. اي حفلة يجيب ابو راسين ها قول لهم عمي حميدة مش فاضي محجوز عنده فرح. تمام يا مين. بعد خطارة شو عندنا بكرة؟ عندنا حفلة وحدين مروحين من الحج. مروحين من الحج؟ شو بظني لي والله طالع بدروا علينا والله شنو؟ لا عادي يا حفلة بمشي فيها الجو. باهي يمشي معناها حفلة بكرة لا قهوة لا شاي لا شيء. حليب وتمر يا زناحة. تعالك حشيشتي. بكوري. هاي خير يا طيبي خير. تمشي حمام. تمشي حمام 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 حمام. عدي 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 عدي. اي لطيف يا سيدي والله. يا بكوري. هاي يا بابا. راك تنسى مش تكرر السفوني يا. خلاص يا زناحة روح بالرقدو يا دي ما تصفي يا انت. ما هو بالك بدي لك روح عيني عيني صباح خير. راك تنسى مش انت طالع تسكر معك البابا. لا حفلة ما شاء الله عليها. قال انت يا زناحة تنسيق الحفلاته الله ما يغلبك واحد يا ريدي. زناحة حتى هو اسمه تبني حط من دولاب انا. براسين استغربت ما عنديش دولاب بالدار اصلا انا. قامز يا الله بسم الله. فوق شوي تقمع يا زياره حوشي معاك بقى طرحيه على الوضع منين جاء الصالون. بسم الله. لا والله يا زناحة كان انت ما شاء الله عليك يا سيدي. قبل بنقول لعيب بكوري يدير لنا قهوه والله شاي لكن راقد العيب عنده حمام يا سيدي والله يا جماعه ينوم بالصبح الساعة 6 في الصباح علي اليمين يقول عنده صبة في عصير. لا دجاج الدير مش عصير. عصير تروح مشيها الله يبي عصير. شنو رايك في الحفلة يا عمي حميدة؟ إن شاء الله عجبتك بس. لا حفلة ما شاء الله عليها. لأن قال لك يا زناحة أنت في التنسيق ولا لا؟ ما فيش بعدك يعني. لأن قال ما في بعدك. على الأقل روحنا بجلابية وسبحة وعطر. لا الأمور تمام. شنو قصدك يعني نعم؟ ليش ننسق ولا كيف يعني؟ لا مغير تستم يا ابو رزين غير انت مرة عندك تفليم يا بابا. مش شورك انت مش شورك ندي ما سحميت انا. لا اقولك حاجة يا ابو رزين. اقولك حاجة بصراحة ولا كلام زناحة مزبوط. نقلنا عندك تفليمات. ايوه عندك تفليم من الاخر اقولك. ارجوك رجاء خاص. نحذرك. اي حد يقول لك نبي عم حميدة في حفلة قلنا مش شوري معاش تصدني حفلات. يوم جايب لي حفلة واحد مزوز ندى متقاعد يوم فك منها يا سيدي جو التفسقة بتاع الله بدي منها. ايوه تم حلو الشغل. قبل جايب لك حفلة انا. جايب لي حفلة شنو هالمرة حفلة واحد ياخذ على الحمر. يا رجل فوت يا زلمة. حفلة شرمان المرة دي. شرمان المصرف والدنيا دي مصرف. يلا يا رجل تكذب باي شرمان يا ابو رصين. مو شرمان اسمع نبي اسمع. شرمان يا ولاد الوزير فرحه ولاد الوزير مكلمين نسق بالحفله ما يمشوش الا بشوري هنا بالحفلات.
ولاد الجزير ولاد ولاد الوزير. فكي ما لم يرفع المسؤولين هذول ما حبوا مش بكين ايه تكرموا شايفين ارواحهم. لا 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 فكي ما لم مش فاضي خلاص تم مش فاضي مش فاضي قبل فلوس وخاطر الهدايا وخاطر الدنيا اللي جايتك لا تمتن كلمه ونقول لها سعبانه بس سعبانك تكرمك يا لانك في سبب تضرب والله ما تحبني انت باي ما تبينيش نعالج عيوني صح لا وسع بالك يا قلت لك امتى الحفله بتاع الوزير بتاع الوزير ما زال رجع منا في التليفون قال لي رن عليك ومبلغ قلت له تم انت اديت التليفون من هنا انشفط التليفون السي حميده من هنا يا قلت لك يا سلاح تروح اكيد عندك مشغول عليك تروح صبي روح لا لا قلت له بيت عندك انا بيت عندي على اساس يجي لها مش مكتوب عليه هني فندق حميد الذايح يا صبي يا روح امشي تمشي يا رخل نمشي هي كيف تلص فيا امشي يلا امشي طير طير يا زناحه طير امشي هي حش تترصق عيرها شورنا شورنا الصفقات انا وياك بيبن تو حفلات الدق راهو ما نجرب فيه ما نطيقش بكر الله منطقه يا ابو رصيد انت حبيبي قلت لك تو الحفله بتاع ني الوزير هذا امتى قلت ان شاء الله؟ قال لي نرجع منك تليفون قاعدين ينصبوا وما دراك انت امن ما امن وكبه كبه ولد وزير هو الفرا ودايرين في قاعه في قاعه؟ رن عليه يا زناح يا تهي زناح يا ابو رصيد رن عليه تو رن عليه انت ما رنش عليه اول يرن علي يا رجل كانك انت جماعه ينصبوا مش فاضيين لا قصدي خايف القاعه تسكر بس فهمت كيف يا سي حميدة؟ وهذا حوش المتواضع. نعم. العزوز سكنت لي. طلع الفرح يا ابو رصين، طلع الفرح يا ابو رصين، طلع الفرح يا ابو رصين، طلع الفرح يا ابو رصين. دقيقة دقيقة. أنت كيف مربي دجاج أنت؟ يا راجل، بطل بتاع باتي هذا يا والله. مربي عصافير فوق وسكين بسكنة زينة. ما شاء الله. فقلت شنو؟ اللي يلمها منك يقطع بها في الفرح، نشري مرة قصعة. تكت برا عندك لا شوري شوري الموضوع مرة طاقم الجني ومرة ست البيت ومرة فرش مرة لي يا رات أولا عليش تكذب لي في راسي ست البيت مش عارف شنو تعليمي كنت بتاخذ بدي كلمتها تستخلني بيك يا ناس يا رات الحفلة بتاع ولد الوزير شو صار فيها شو صار كلمني هو اليوم على الصبح قال لي اليوم بتلاقوا في الفندق مش تنتفق مع عمي حميدة أمتى تلاقوا اليوم قال لي مش عارف رجع منها في تليفون قاعد أنا صار فيه والله ما بيش يجي والله خروه ايوه يا راجل شويه حتى ولد وزير ربي يطول عارفين ولد وزير ملا ولد وزير عارفين ناس غير سقدنا هي راه والله نضيع الحفله راه نمشي عليها يا ريت الغير مربطين مع الناس نحن يا راجل الله يسكت بيش بكره الحفله قلت لك من الاول انا المسؤولين هذول ما تحطيش معاه في بحك انظني قام التليفون يرني والله ملا هو قلنا هو يا باه اوي من تو في كل بالصوره باه يا راه باه حذرت عليها المكالمه الو مرحبا استاذ اهلين نحن في الدور الخامس في انتظارك معنا الفنان القدير حميده الله يبارك فيك اوكي ربي يحفظك يا غالي يا وليد الغالي اوكي علي في الجاجا غالي وليد الغالي خلاص ما كلمت علي يا راجل تو هو تباه يا زناها النبي ايش رايك في اللبسه بتاعي ما شاء الله عليك يا عمي حميده وعليكم السلام اهلا استاذ اهلا استاذ يا ولد الوزير مرحبا ولد الوزير مرحبا ولد الوزير مرحبا طيب اهلا وسهلا يا راس سبحان الله تهيلي حتى ديك جميلين يا اسم مرحبا والله انت يا عم حميده انت قدوه الفن الشعبي الله يبارك فيك وانا يشرفني انك انت تغني فرحي قدام اهلي واصحابي والله انت اللي يشرفني اني عزمت انك عزمتني فرحك قدام اهلي واصحابي
شرف عظيم لي وسجدة في تاريخ أحلامي وفكرت فني إن شاء الله. بارك الله فيك. المهم توا يا حميدة. نعم. أنا بدي أعرف طلباتك. شوي أحول كراعك أنت شوي. نعم. بدي أعرف طلباتك في الحفلة. نعم. وكم حقك؟ لا لا راسي حميدة تحشف بالأمور هذه. وعمي حميدة يدير حفلات لوجه الله. لوجه الله؟ بعد تسمع لي دير جمعية خيرية أقول لك كلمة. يا 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 ولد معالي الوزير. نعم. هذو براج هيك لاصقين فيا خلاص خلي الكلام بيني وبينك. تمام كل واحد شيء بعرف عليه جنيه. كم كم كم؟ عارف مش قادر كم لكن سهل. تعالي لي مين انت تويت انت كم قال راجل يا؟ 4000 جنيه. والله يا جماعة تيني قعدت الحق انا 4000 جنيه هذه مقدم عليه السلفة من زمان ما دام طلعت انت واضح. المهم يا بحميدة. اي نعم. انا الحفلة ديالة صارت افراح. والله؟ وحاضرينها وزراء واحتمال كبير يحضرها رئيس وزراء. والله الله استرني قدامهم. انت اللي استرني يا عمي. وين هالطشين يا ابو رصين؟ ترى حفله حاضرين الحكومه كبرت الراجلين اللي دار خالتي بديش عليها. لا لا فيها فلوس يا مان. لا حاضر تمشني انت اعزل اللي بتعزمه عادي علي مين تخضها حفله قول طلق جاوي. تمام. المهم انا استاذن تو عندي شغل وطلبوا في الحفله ان شاء الله. والله انا قاعد اشرب حاجه بس اشرب حاجه عادي اشرب واخصمهم بال 4000 عادي حاجه تبقوها الله يسلمك وصلوها لكم وما تخلصوا شيء يا سيدي ربي يقدم لامثالكم وبصراحه لانكم مقدرين ظروفكم وشغلكم تعالوا في هالشعب وربي يعينكم ان شاء الله يعني بطل خير راك تنصر الشيخ قال لك 4000 جنيه على اساس خاصه فيه حاجه فلوس ليبيين القاضي فتح شيء والله شيرين 4000 جنيه وقال لك حساب القهوه شو تو تقول لي جمعي يتحشم يلي ما تحشم انا بتحشم بوضع فلوس والله انت تقول لا لوجه الله هيا خروف هيا هيا سحبيني يا جماعه بكي في قهوه والله في شاي والله هو قال اطلبه والله والله يا خطأ كنت بيطلب انا طلب النور هيا هيا اليمين حتى ال 4000 شك فيها ما يصير شاي بالقهوه يصير شاي بالقهوه تعالي عند الله جاي هذا صار طلاق عادي هيا طلعوا له ما نحبش فنادق ما نحبش انا هذا راجل بتاع خيم وتيسو حفلة المصطع بس هاي 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 يا مراسيل أول يرى أطلع أطلع وانت تقوم مطب قدامي ما يمشي بروه الباب وينه الله صح مراسيل قول لي يا مراسيل الصالة مليانة والله مليانة على خير والله الأساس فيتو هي يا محمد هذا باطل معالي الوزير حاب يتعرف عليك مرحبا معالي الوزير أهلا معالي الوزير مرحبا 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 يا سيدي مرحبا عمي حميدة مرحبا أنا من أشد المعجبين بفنك يا حميدة من أشد المعجبين بفنك والله حتى أنا معجب بك يا معالي الوزير قصدي يشرفني والله كلامك هذا يا معالي الوزير وسام علي سامي بصدق يعني الله يبارك فيك في حدا بتسكر يا في حاجة أكثركم؟ والله نقى كان قصدت حاجة وسط الحكومة نقى تنكتب عليك لكن ما شاء الله لا الأمور طيبة والله بإذن الله حتخضها حفلة مسقفة بإذن الله كيف حتى هو حد فرح ولد الوزير يا عمي بارك الله فيك الله يسلمك لا كل هذا كل هذا إن شاء الله المهم الوزراء والضيوف السابق الوزراء قاعدين كلهم نعم تفضلوا 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 يستر الله ان شاء الله خير واه واه والله انت بي انت بي عامل انت بي عامل انت بي من هذا ما تجيبش انت اللي مصمم بسم الله هاي هاي كلمة كلمة لا توقع الله عطينا الصوت هاي 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 الله علينا حشمانا ليت الدولة تشكى فينا
أنا صاحب ضبطة في الأفراح ونغني في الأخيام
ونغني في الصباحات. بس عندي حفلة على كيسة خير من حفلة فرحاتي كفادي. وانا لهذه جبلت فنقول لك اشكو بينا يا فهد الوزير فرح 50,000 كيدا لجانية عليه اليمين مرتب ضمان وظل نرجع فيها مرتب ضمان ونرجع فيها قولوا الخبر اللي نكتب سعيدة إن شاء الله تضرية الصالحة مع تحيات فرقة حميدة الدائرة.